مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معنا اليوم في عدد جديد من برنامج لك انت سيدتي اللي اخترتي قنوات التلفزيون الجزائري كما كل مره راح نتكلم على كل ما يخص اناقه رشاقه جمال صحه وغذاء المراه كما تعودنا كذلك من خلال البرنامج كل مره نستقبل ضيف ضيفتنا اليوم نتعرف عليها بعد الفاصل ضيفتنا اليوم هي نجمة جزائرية أه، نقول أنها شرفت الجزائر في مختلف المحافل المحلية والدولية لقبت ببنت العرب على بالي تقلقتوا تعرفوها شكون هي هي سهيلة بلشها أهلا بك مرحبا بك الله يسلمك مرحبا بك تاني وريان كذلك ريان برونسي اليوم شرفتنا بحضورك اللي نعرفوك انك تنظم عروض الازياء داخل وخارج الوطن كذلك يعني اليوم كان عند يعني لقاء بناتكم يعني وعمل مشترك ما شاء مش الله عليكم الله يسلمك مرحب مرحبا بكم بيكم. <applause> سهيلة نرحب بك جمهورك اللي توحشك اليوم خاصة وإحنا اليوم في في هذا الشهر نعيش شهر التراث اللامادي وانتي روشتي بزاف للجزائر يعني مثلتي الجزائر نقولوها ونعاودوها انك مثلتي الجزائر احسن تمثيل داخل وخارج الوطن يعني لو كلمة على الترويج للباس التقليدي للحلويات التقليدية كل ما هو جزائري هو بصراحه الواحد كيكون يحب بلاده خليكم الاجابه من بعد باسكو دوك كل شيء <applause> <applause> حنا عندنا نقولوا لك يعطيك صحه اللي تقبلتي <applause> دعوة اليوم يعني واش تقولي للجمهور تاعك في هذه المرحله يعني وان شاء الله مازال كاين جديد بزاف مع ريان هكا نعم. نورمالمون فريان خليه يحكي اكثر عن السوربرايز اللي راحين نوجدوا لها الايام الجايه ان شاء الله يعني ننتظروا منكم مفاجأة كما المفاجأة اللي فاجأتونا بها وكان عمل مشترك بيناتكم لو تحكينا عليها رايان على هالتجربة التجربة أه، التجربة شو مع لكم كي ممكن كنا قاعدين في الدار واحد ما يدير والو قعدنا نخمو ونديروا حاجه للجزائر هكذا نشطوا شويه الشعب نعم ونحكيو شويه على التراث تاعنا وكنت ندير سوغ انستغرام وفيسبوك ديزيستواغ يحكوا على التراث وتاريخ الجزائر كي شفت كانوا بعد فرانز سهيلة قالوا لي نتا تهدر على التراث وتعرف لي ستيليست بزاف مجال التراث والخياطة الجزائرية علاش ما ديروش شي نتا وسهيلة بالشاب قلت لهم افيك بليزيغ عيطت لسهيلة كانت بزاف فرحانة وقالت لي افيك بليزيغ وبورتون اوسي عيطنا بليزيغ فنانين جزائريين وما تقبلوش الدعوة سهيلة رحبت بالدعوة والحمد لله وصلنا لباس التقليدي العالمي نعم سهيله في الايام اللي كنتي في ايام التصوير كيفاش يعني كنتي تحسي وان وانتي تروجي لللباس التقليدي وحسيتي انه هذا العمل اللي تقومي به راح يدير حاله كما يقولوا هو كل ما كل ما يكون الموضوع يخص بلادي احنا تعرفين احنا الجزائريين عندنا ذيك الحراره تاع البلاد. خاصة انت يعني. <applause> الحمد لله يعني الحمد لله انك شايفه فيها هذا الشيء. <applause> الناس تقول تصنع. الناس تقول مش تصنع بالاخر الصح هو اللي يهدر سواء نتصنع ولا ما تصنعش مهم استفدنا من هذا الشيء اللي قاعدين نعملوا فيه كي كنت انا نروج لبلادي كنت على بالي بلي راح كل الصفحات العربيه والصحافه العربيه راح تتكلم على هذا الشيء لهذا السبب آه حسيت انه كانت فكره عندي من قبل لكن ما لقيتش لي جسدها آه. الجزائر بكبرها فيها كلش ما كانش اللي حب يدير هذه الفكره غير آه آه. استاذ ريان براسي وفرحت بزاف كي راح بهذا الشيء معاملتي معاه يعني بالنسبه لي شخصيا اضافت لي الكثير لانه اكتشف المعدن تاعي الاصلي اللي هو يتعامل معايا على جاله يعني ما يتعاملش معايا مجرد اسم فقط يتعامل معايا كإنسانة صح تحب بلادها وهذا الشيء اللي حبيته وإن شاء الله نقدر نقدم شيء أحسن مم. من هذا وأنا واش نقول لكم على سهيلة <applause> يعني سهيلة شغل كاميليا ميم كي لبست من من بلادات عما شاوية قسنطينية سطيفية، الجواز يعني في كل لبسة اللي تلبسها تحس بها شاويه، تحس بها قسمطينيه، الجرواز، شغل تتقلص نعم آه هداك الدور تاع اللبسه اللي تلبسها، هذا الشيء اللي عجبني فيها بزاف سهيله، يعني بشكل لبسه اللي تلبسها يعني تقولي هذه لها حقها. حقها حتى يعني نعم تقولي هذه تلبس الجرواز تقولي صح هذه الجواز تلبس شاويه تقولي صح هذه شاويه، يعني ما مع مشيتها مع مع الابتسامات تاعها، شغل قرات في مخي سهيله وشكون اختار لباس انت ولا سهيلة؟ انا اللي اخترت اكيد هو نعم انا اخترت كان مصممين اللي نوجه لهم تحيه ولا يكونوا يشوفوا فينا كان مصممين اللي نتعامل معاهم في الفاشن ويك تاعي هنا في الجزائر يعني غير في التليفون قلت لهم نسحق هك وهاك قالوا لي انا معك خدينا لي مزور تاع سهيلة والحوايج كانوا سور مزور بس المشاهد تشوق روح يشوف هذا الفيديو يلا تفضلوا معنا مشاهدنا نروح ونشوفه بعض الصور على شوتينج مع ريان برونسي وسهيله بلجها في هذا نعم كانت هذه الصور للفنانه الجزائريه سهيله بلشهاب، يعني شوفوا هذا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي نقولوا دارت حاله. صح تلقت كما نقول انتشار واسع م -م. في الصفحات الجزائريه والعربيه وحتى حتى في صفحات اجانب حطوا منها على ما اظن اوروبيه إيه م -م. أه. أه. على ما اظن ان شاء الله يعني ما نكونش غلطت في كلامي لانه كانوا بزاف ما يتعدوش كنت تستناي هذا الشيء؟ أه. ايه بكل صراحه الاثنين حاجه ما قلبك نعم الاثنين نحبوا <applause> بلادنا نعم. ما عملناها مش دعم تاع شركه ولا تاع كما نقولوا نعم. حاجه خاصه نو no. هذا دعم معنوي ودعم خاص من احنا برهان انه نحبوا ثقافتنا ونحبوا بلادنا يعني نقدر نبرهنوا بهذا الامور ما نقدوش نبرهنوا بطرق اخرى كوننا احنا في الواجهه السوشيال ميديا هو المنبر الوحيد اللي كما نقولوا نقدر نعبر فيها على كل ما يخصنا احنا شخصيا وكل ما يخص فننا وكل ما يخص بلادنا فدائما نحب نعطي صوره احسن وفرحت بزاف قلت لك كي شفت الناس يتكلموا على تراثنا في الوطن العربي كامل يتكلموا مش لاني سهيله بن لشب ولا همني ولا لقب كنا توندونس يعني كان الهاشتاج لكل لبس من الملابس التقليديه يطلع الاول في ترند الجزائري في تويتر ما كانش يهمني اسمي على قد ما كان يهمني النشاط اللي مم. داير في السوشيال ميديا يعني شحال من واحد هدر وشارك في هذا الهاشتاج لدرجه انه خلى يعني خلاه الاول كحديث السوشيال ميديا في هذاك اليوم فهذا الشيء اللي كان هو فرحنا اكثر وريان يعني كيفاش لما كان هذا العمل ناجح و يعني تلقاه جمهور احبه يعني كل الجزائريين افتخروا بهذا العمل اللي قمتوا به. الحمد لله ديجا لقبونا سفراء لباس الجزائري هذا يكون شرف لنا يعني ماشي احنا اللي لقبنا روحنا نعم. شعبنا والناس اللي يحبونا اللي لقبونا ومازال خدمه كبيره وهذا واش درناه شغل اشاك فوا حاجه هكذا للبلاد يكون ماشي غير فخر ليا يكون فوق الفخر يعني يكون كاين حاجه ما اكثر. فرحت كي خدمت معها ديجا ميم كي كنا نقول نقولها ديري هكذا نلقاها دارت قبل ما نقول نعم يعني <applause> وهي كذلك كما قلنا سفيره مش فقط للباس التقليدي، اللباس التقليدي والاكل التقليدي، مم. حتى نشوفوا انه سهيلة من ملي كانت في الساغ اكاديمي معروفه انه تتكلم بالعربيه، مم. اللي كانوا زملاء اللي كانوا معاها تعلمهم اللهجه الجزائريه، صحيح. يعني اللهجه الجزائريه تحب يتعرفوا بها، تحب يتكلموا تعلمهم نعم ملابسي داخل الاكاديمي كانت معظمها تكون جبب جزائريه عربيه كما قلت إيه؟ كنت نحب بزاف هذا الشيء لانه اصلا كان يميزني وجودي كجزائرية كان مميز نعم. فاستغليت هذا الشيء المرأة الجزائرية دي متميزة الحمد لله أه. كلها متميزة بما أننا نحكي عن المرأة الجزائرية نعم. فكنت متميزة بهذاك الطابع تاعي العربي الطابع تاعي كيما نقولوا اللي يبين جزائريتي نعم. فكان هذا الشيء مفرحني انه سهيلة هاي فايتة سهيلة راهي وراهي معناتها نبقى ونقولوا أنه المرأة الجزائرية ناجحة في وين تروح تبقى ناجحة هي المرأة اللي تحافظ على أصولها وأصولها عاداتها وتقاليدها الكل يعني هذا الشيء اللي ميزة. ينكر أصله نعم ينكره الناس واللي ما فيه الخير في اصله ما راحش يكون فيه خير في الناس فهذه هذه حاجه معروفه مم. مش حاجه متصنعه حاجه لا اراديه بالفطره فلما الواحد يبدا يبدل في نفسه او ينكر اصله او يحشم باصله هذا هو التصنع بحد ذاته فنتمنى نعم. انه الكل كما نقولوا يستيقظ من الوهم اللي راه يدور ويرجع للاصاله تاعه لخاطر الاصاله هي اللي خلتنا نوصله ونقلبوا السوشيال ميديا وما زالت الناس تستنى <تصفح> هذا الشيء <لله>. الحمد لله <تصفح> قولي لي سهيله يعني ما دام راكي عندنا فرصه انك راكي معنا اليوم حبينا نعرفوا عليك حاجات واحدة اخرى يعني ربما الا كي تفكري مثلا يكون عندك فيديو كليب جديد بلباس تقليدي بالفعل نعم. احنا مش حابين نحرقه كلش لكن اكيد يعني نعم. اصلا انا كنت نحب نغني الشرقي نعم. لانه طباعي يعني صوتي كان يليق شوية نعم. على الشرقي اكثر لكن كنت نحب كوني جزائرية نحب الاغاني الجزائرية نحب الاغاني العاصمية مع اني ما كنتش نتقنها اول ما بديت نتعلم فيها في الحان وشباب بديت نتعلم الاغاني العاصميه تاعنا والاندلسي تاعنا والحوزي بديت نتعلم فيه مع اصدقاء يعني اللي الفن الاصيل اي الاصيل الجزائري تعلم فيه مع اصدقاء اللي كانوا في الحان وشباب وحسوا في اخر برايم غنيت مع ناديه يوسف حسوا انه انه لا عندي عندي شوي يعني بالامكان اني نتعلم هذا الطابع الفني والحمد لله وليتي. نسيت هذيك عجبتني بزاف صوتك. <تصفيق> <تصفيق> آه الحمد لله يا آه ربي. كان ديجا يتبعني ذاك الوقت قال لي كنت متابعك و شكون ما تبعش فاكتشفت انه عندي لا عندي ميول لل... للطبوع كامل خاصه الجزائريه. فمن هذاك الوقت ولا عندي هدف انه الفن تاعنا نفتخر به اكثر برا. كاين اللي يغنوا من قبل راي وكاين اللي يغنوا من قبل جزائري وكاين 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 وحنا رانا نتبع في خطاهم لكن نروجولها بطريقه تاع الجيل اللي احنا فيه فقط هذا هو الاختلاف يعني مش يجيني بعد واحد في السوشيال ميديا اه سهيله بلاش تقول بلي انا اللي راني لا اعوذ بالله من كلمه انا قلت نروج بطريقه تاع دركا وحتى كان عنده سهيله يعني يكون ما نلقاوش ناس يعاونونا ناس ببعض. كما تقول انت مصمم ازياء لبسنا نلقى واحد اللي ثاني اللباس تاعو كيما تلبسيه يعني يليق بيك وحاجه يعني كل حاجه تلبسيها تشرف الجزائر ونقولوا كذلك كيما انتم راكو تعملوا للترويج للباس التقليدي كاين كذلك مصممي الازياء اللي بهم احنا يعني باللباس تاعهم اللي احنا نبانو نعم, نعم. وهذا اللباس التقليدي اللي احنا رانا نحافظوا عليه وهما راهم مصممين الازياء نروح نشوفوا هذا الموضوع هذا الريبورتاج على المصمم الازياء الجزائري زين العروسي يلا اللباس التقليدي هو نوع عريق من التراث الجزائري الأصيل والذي يعتبر موروثا ثقافيا هاما اللباس التقليدي هو هوية كل مرأة جزائرية بدون استثناء اللباس التقليدي هي أصالة هي العصرنة هي ركوب العصر اللباس التقليدي هو موجود في أعراسنا في حفلتنا في يومياتنا اليوميات المرأة الجزائرية خاصة في الأعياد في الأفراح في رمضان في سهرات رمضان موجود في الطهارات موجود لباس تقليدي في كل وقت وفي كل مكان وهنا نشوفوه احنا اليوم هذا راكم تشوفوا دينا نطوروا في الفتله هنايا ونسقموا فيها يعني وعصرناها ورجعناها عصرناها وخليناها تكون احسن cest à le temps qui fait les nouveaux dessins, avec les nouveaux dessins, avec les nouveaux systèmes de travail. Oh, <laughs> مر اسابيع الموضه من دون ان يعرض كل مصمم مجموعته باللباس التقليدي المميز والراقي يعكس رؤيته لعروس الموسم وقد كانت المنافسه شديده بين القديم والعصري في هذا المجال هكذا اختار المصمم زين العروسي لكم باقه منوعه من الالبسه التقليديه الجزائريه الراقيه <applause> عرض الازياء اللي قدمناها اليوم وهي عباره عن كراكوات في كل الالوان بموديلات جديده بتصميمات جديده دو فيغ يعني الكراكو ما خليناش مقتصر على سروال الشرقه وسروال المدور ولا سروال القردناسي ولا سروال زيري ولا سروال الزنقه ولا ولا البدرون خليناه يكون بفستان عصري معد حتى انه نوصلوا به للعالميه ان شاء الله. حبينا نوصلوا الكاراكول العالميه حتى يلبسوا حتى الاجانب حتى لي زارتيست لي بوركوا با اي باسو سور لو بوديوم دو كان با با حنا من حقنا ان اللباس ديالنا نمثلوه في كل بلاد ان شاء الله وبما ان الظروف الوبائيه هذا العام اجبرتنا على ارتداء الكمامه فإن زين العروس مصمم الأزياء اعتمد على إبداع نوع من الكمامة المرصعة والتي تعشقها الفتيات فتزيد لهم أناقة خاصة. كاين طلبيات لاننا خصصنا هذه المره زدنا معها شيء جديد وهما لي بافيت بيرلي كما راكم تشوفوا هنايا لي بيرلي يعني اي عروسه تقدر تلبس هذه لا هذه مع الفستان ديالها يعني بالوان بافيك لي افيك يعني تقدر تلبسها في في الفستان ديالها يعني حتى تبقى ذكرى باش يوروا العام اللي جات فيه الكورونا كيفاش كانت العروسه الجزائريه كيفاش كانت تتحلى بالحلي الجميلة وتزيد لي بافيت الكمامات المطروزين بالطرز والحجر بالحجر كاين هكذا اظهر زين العروس لمستها الفنية الرائعة في تصميم الالبسة التقليدية الجزائرية المكللة بالورود الملونة والمزينة بتطريز فاتن وانسياب ساحر يعكس رؤية العروس في يومها المميز شكرا لك زميلتي فريال علي ليش شفنا هذا الريبورتاج على مصمم الازياء الجزائري زين العروسي يعني شوفوا انه كل واحد كل مصمم أزياء جزائري عنده لمسه تاعو خاصه به <applause> انا زين العروسي نعرفه ملي كنت صغير ديجا كنت صغير 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 نعرفه فرحان في الخدمه تاعو وزينو ا أه سون ايبوك هو كان لو بلو كرياتور اللي كان مع الوقت تاع نسيله وياسمينة ايتو تسمى ا ليبوك ا ليبوك كنت نعرف غير زينو و... ونسيله وياسمينه ابخي زينو ما يحبش يبان في لي ريزو باسكو لاهي في خدمته آه دونك بصح آه آه نشوف ريان لي بروفيسيونيل تاع الصح يعني يقعدوا مخبيين لانه لاتين في الخدمه تاعهم شوفوا هادو آه. يعني الالبسه اللي رانا نشوفوا فيها اليوم من تصميم زين العروسه يعني جميله جدا ومتميزه يعني آه حنقولوا عليه التاريخ نعم. زينو تاريخ يعني اللي ما يعرفش زينو ما ما عرفش الجزائر آه كما نعرفوا ناسيله وياسمينه زينو في وسطهم وزينو بدا صغير نعم. بدا صغير الدومين في اللباس التقليدي وسهيله يعني سهيله معروفه انها تروج كثير لللباس التقليدي سهيله واش من المناسبات اللي معروفه انه سهيله لازم تحب تبيني اللباس التقليدي آه هو درتها من قبل يعني م -م. يعني شيء ما نحكيش عليه الا للناس اللي ممكن ما تعرفنيش نعم. آه في المحافل اللي تكون كما نقولوا راح ناخذ فيها جائزه نعم. للجزائر فبلبسي برك مبين اني جزائريه مش يعني بشموخي بالملابس نعم. الجزائريه التقليديه ما نضطرش اني نقول انا جزائريه فنحب نخلي كل شيء يحكي انه هو جزائري أه نحب اكثر في المحافل نعم. البرا مع فنانين برا لانه راح تتلاقي بكل فنانين الوطن العربي و كل واحدة تلقاها تحب تبين طبعا اللي يحبوا بلادهم يحبوا يبينوا ثقافة بلادهم ولو بإكسسوار وشيء بسيط فانا كنت من لمسه جزائريه مهم تكون لمسه كنت جزائريه كنت بزاف من اني نبين هذا الشيء في المحافل نتاعي برا نعم ومن بين الالبسه اللي لبستيها يعني في الخارج يعني كاراكو نيلي. لبست بزاف كراكو واني حابه نطلب من ريان يعني. انه في ان شاء الله الجوائز انا على بالي الجمهور تاعي صوت بزاف نوجه له تحيه خاصه للجمهور السهلاوي وين ما كنتوا ان شاء الله تكونوا كامل يعني فرحانين بالشيء اللي قاعده نعمل فيه انه ان شاء الله اذا اخذنا جوائز ثانيه اتشرف طبعا كوني جزائريه انه هو يتكلف مم. بموضوع اللباس النايلي مم. لانه شفت من قبل فنانات عربيات لبسوا شبه نايلي ومش عارفينه وكما نقولوا ينسبوا فيه لدول ثانيه ممكن حتى تحب تصحي لهم المعلومه آه 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 مش شرط يعني يعني تقريبا شفت احلام الشمسي نوجه لها تحيه من هذا البرنامج انها كانت لابسه فستان كان لونه اخضر مايل كثير للباس الجزائري النايلي بالاخص النايلي فحبيت انه نطلع بهذا الفستان باش يشوفوا اكثر واصاله و... واصل هذا الفستان ان شاء الله ريان هو اللي راح يتكلف في هذا الموضوع <تصفيق> <تصفيق> وحنا في الشوتينغ تاع كان عندنا نايلي لكن صرا هكذا مع المصممه كان عندها كورونا فيروس وما قدرتش لا تبعث لنا نايلي لا <applause> دونك مازال جلسه جلسه يعني مازال جلسه تصوير اخرى باسكو حنا في بلادنا عندنا 48 ولايه دونك راح ندير من كل ولايه اللباس التقليدي تاعها وان شاء الله لازمنا شويه وقت باش نكملوا وان شاء الله نديروا كامل باش نكملوا تشفى على هذاك الوقت كانوا ليفان داخلين عندنا في البريفي اه سهيله ريان ما درتوش النايلي ما درتوش فيه ما درتوش عنابي احنا دولتنا كبيره, كبيرة. مازال فيها العادات بالعادات والتقاليد مازال الماكله مازال الحلويات <applause> العيد اللي فات اللي قبله <applause> نعم حاولت على قد ما نقدر انه نعم. حتى بغياب ريان يعني نكون انا ثاني متواجده بعاداتنا طبعا كل الجزائريين هك يعني مش غير انا انا فقط لاني منبر شوي الناس ممكن تنشد له وتشوف فيه فنحاول اني نستغل هذا الشيء اللي عندي روجت للطعام البربوشه والكسكس الجزائري جزائري بتاع. نعم الجزائري ايه فحبيت نبين انه عاداتنا احنا في بوسعاده ديجا نديروا طعام في النهار كنت فرحانه بزاف هذا الشيء قبلها في العيد الصغير ضمن الحلويات الجزائريه ثاني نعم وإحنا سهيلة إحنا نعرف أنه سهيلة بلشها بفنانة جزائرية نجمة يعني تعمل على أنها تروج للباس التقليدي للأكل التقليدي اللهجة حتى اللهجة التقليدية وحتى اليوم شفناك أنك فيك فيه تميز في حتى مواقع التواصل الاجتماعي يعني كيفاش تتواصلي فيه بطريقة متميزة يعني تحكي لنا على هذا حكينا بزاف كوني جزائريه خلاص انا مش نهضر في السوشيال ميديا كوني واحدة جزائريه في السوشيال ميديا نهضر معهم كوني سهيله اللي قاعده في البيت واللي قاعده في البيت جزائريه يعني مش انا قاعده نتعمد اني نكون هك لا انا بالعكس يعني نهضر بكل بساطه بكل طبيعيه ماذا بيا الناس تتعلم لهجتي عندي بزاف متابعين مشارقه اكثر شيء جمهوري عربي اكثر شيء فنتواصلوا معاهم وحتى حتى الناس اللي تحبني احبابي ما نحبش نقول لهم جمهور او فانز الكلمه هذه شويه ثقيله عليا خليتهم يعلموا يعني حتى هم ولاوا يعلموا هذا الشيء ما عنديش صعوبه في التعامل اصلا اكتشفت انه لهجتنا ما هيش صعيبه كما كان البعض متوقعها لهذا السبب ولا اللي يطلعوا برا بزاف ما يهدروش اللهجه الا الناس اللي الله غالب عاشوا برا او عاشوا كما نقولوا في دول اجنبيه ثانيه وتعلموا العربي من خلال التلفزيون هذا عادي من ما يتلامش هذا الانسان لكن اللي عاش الجزائر نعم نظن انه طبيعي انه يعني يهضر جزائري نعم. مع انه سهيله تتقن تري اللهجه العربيه يعني تهضر مصري ولبناني وخليجي مش عايزه تقول كده خالص مش عايزه تقول كده خالص <تصفيق> <تصفيق> ويعني توجو تحضر جزائري تكون في مهرجانات مع و نتقن اللهجات نعم. وحتى يعني ما عندي مشكله مع اي لغه فرنسي شويه ما نكذبش عليك مي ما عنديش مشكل مع اي لغه اني نتعلمها او ننطقها او نهضرها ما عندي اي مشكل الحمد لله تغلبني وهذا هو التميز اللي الحمد الله. كما شفنا كذلك التميز فيك كريان انه خاصه في الشوتينغ اللي عملتوه يعني اللباس التقليدي بين الحاضر والماضي يعني كنا درنا دي يعني درت دي ريسيرش ميم سهيله درت دي آه كنا نشوفوا بزاف دي ريسيرش اللي حوسناهم وكل لبسه من قرن اللي تحطت فيه نحطوا كاع تاريخها وندير الصوره قديمه وندير الصوره تاع سهيله جديده يعني نفرقوا ما بين الماضي والحاضر واللي كيف كيفاش كان في الماضي وكيف تطور للحاضر وكان حاجات دي فوا اللي كنا نديروا القديم كان توجور معصرا بصح ماشي بزاف يعني خلاو أصوله هي هي ما حبيناش نبدلو فيه نعم وانا نشوف يعني رايي كيما انتم رايكم هذا الشيء نشوف انه حتى اللباس التقليدي سهيل نظن انه لباس تقليدي الجزائري تكون فيه عصرنا ويكون فيه تطور ولكن في الاخير يعاود يولو للولاني كامل مم. يعني دائما نولو لاصولنا ونولوا يعني ف... يعني سمعت انتم كنهضروا على الكراكو كاسما نعم. من العاصمه الكراكو مالغري يتطوروا فيه يقعد توجو قديم على خاطر من القصه تاع القديم من والقديم القديم في الجديد. احنا نقول زادوا القديم <applause> لا <وعلا. تصفيق> <applause> نعم انا نقول لكم فقط كلمه اخيره تقولوها للبرنامج تقولوها للمراه الجزائريه اليوم ديما نقول ونكرر ونعاود نبدا اول شيء بالجمهور اللي ساندني اللي وقف معايا اللي ما تخلاش عليا في اصعب ظروفي نوجه له تحيه من هذا المنبر نقول ان شاء الله نكون شرفتكم نصائحكم كلها راح تفصلني وانتم على بالكم بهذا الشيء اني نرد عليكم في الخاص أه ربي يخليكم لي ان شاء الله المراه الجزائريه بصفه عامه اصلك ثم اصلك أه عمرك ما تحشم انه تطلع تتكلم بلغه ثانيه لهجه ثانيه تحكي عن ثقافه ثانيه غير ثقافتك أه هذه الكلمه موجهه خاصه في فتره معينه مريت بها سابقا وكان لازم يكون نكونوا هكا اكثر نعم فنتمنى انه منا ورايح نكونوا هكا اكثر مش لاني سهيله لاني بنت الجزائر بنت بلادكم وراني نمثلكم وصفحتي ان شاء الله راح تكون منبر لكل ما هو جزائري كل ما هو شيء مشرف ان شاء الله ونتمنى كل التوفيق لاي انسان ساهم في حاجه تضيف لشخصيته لعائلته لبلاده لوطنه حتى ل يعني لاجره ان شاء الله نطلب منه يعني يساهم في هذا الشيء ويتقدم والقمه تسعى للجميع وجود لك للكل شكرا لك يلا بوكو فاطمه شكرا شرفتوني آه والله والله احنا اللي تشرفنا آه وكل واش قالت له واش قالت سهيله راني معاها آه نقول للمراه الجزائريه كوني قويه ويفو جامي بيسي لي با باسكو لا فام دي فوا هنا في الجزائر آه امتي سوسي هكا الباس لي با لازم تكون فورت باسكو الا كان ما كاش لا فام ما كاش حنا آه أنا المرأة حساسة مرات ولا. لا, سهيلة <applause> بزاف <applause> <applause> ونوجه التحية لكل مرأة جزائرية ولبلادنا في بلجيري وميرسي سهيل ميرسي ريان يعطيك الصحه شكرا لكم انتم شرفتونا والله شرفتونا اليوم بحضوركم معنا في البرنامج وانا لكم مشاهدينا سعيده جدا لخدمتكم هذا المساء نقول لكم تقبلوا تحياتي تقبلوا تحيه الفريق العام معي نلقاكم في <applause> عدد اخر بحول الله الى اللقاء